ونختتم هذه الحلقة بموضوع طريف جداً، حيث تحولت أنثى حمار في كندا إلى نجمة تدر الأموال، إذ استحوذت إطلالتها المفاجئة خلال الاجتماعات التي تعقد بالفيديو عبر تطبيق زوم على الإعجاب، حيث انضمت الحمار إلى اجتماع افتراضي على زوم بمشاركة عدد من الأشخاص، حيث علت آهات الحاضرين على الشاشة تعبيراً عن تفاجؤهم واستحسانهم الفكرة الظريفة، وما لبثوا أن انفجروا ضحكاً عندما قال تيم فورس أحد المتطوعين في الملجأ: نحن نقتحم اجتماعكم، أعرفكم بباكويت وهي مقتحمة اجتماعات شهيرة، بالطبع باكويت وهي اسم الحمارة. كانت هذه هي الصورة. الطريف في الموضوع أنه تم تحديد بدل أتعاب الحيوان الذي يشارك في الاجتماع الافتراضي لعشر دقائق $75، فيما يبلغ سعر 20 دقيقة $125، وسعر نصف ساعة $175. انتهت ترندتنا لهذا اليوم، أشكركم.